قطر، أهلا بكم. قال بيان للديوان الملكي السعودي إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وصل السعودية مع مسؤولين ومواطنين لتلقي العلاج من إصابات لحقت به جراء القصف الذي تعرض له قصر الرئاسة في صنعاء يوم الجمعة. وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مصدر سعودي إن صالح سيعالج من إصابات في الرقبة والصدر. وقال مراسل الجزيرة إنه تم نقل الرئيس إلى مستشفى عسكري لتلقي العلاج. من جهة أخرى، قال مصدر سعودي إن الرياض توسطت في هدنة جديدة بين القوات الموالية للرئيس صالح ومناصري صادق الأحمر شيخ قبيلة حاشد. وقد أكد الشيخ الأحمر التزامه وقف إطلاق النار. وفي دعس دارت مواجهات عنيفة بين قوات موالية للرئيس صالح وأنصار الثورة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.